إذا مشاهدينا متابعينا الكرام الأفاضل، أسعد الله صباحكم أجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. انطلق وعلى بركة الله الشوط 16 للمفاريد القعدان من المسافة، ألا وهي 2 كيلومترات من هنا من مهرجان ولي العهد لسباقات الهجل لعام 2024 المقام على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف. نبدأ وإياكم لنبدأ مع المركز الأول، من ينطلق مع البداية ومع الصدارة مع انطلاقة شاهين لعلي بن عبد الله البطين. المري يقدم لنا انطلاقة شاهين واندفاع شاهين على المركز الأول. المركز الثاني الحاضر هنا مطفي بشعار نايف بن صلاح الحربي، مقدم لنا انطلاقة مطفية على ثاني التحديات وعلى ثاني المراكز. المركز الثالث القادم هنا شعار سالم بن جابر بن جبران المري مع انطلاقة عزام ومع اندفاع عزام على ثالث التحديات. المركز الرابع القادم رمز من الجانب الأيمن لجابر بن محمد الجربوعي المري على المركز الرابع. المركز الخامس القادم الحاضر بشعار في هذه اللحظات القدوم من قبل شعار بن عايض، وأيضا شعار هنا في هذه اللحظات يزيد بن سعيد بن صلاح السناني الجهني مع انطلاقة شلهوب. ولكن نعود إلى البداية، إلى مطفي واندفاع مطفي، من غير مجريات هذا الشوط بشعار نايف بن صلاح الجهني مقدما لنا انطلاقة واندفاعة هنا في هذه اللحظات. مطفي بشعار الحربي نايف بن صلاح الحربي مع المركز الأول. أبناء السويدرة مع البداية، ولكن نجران هو القادم وبن جبران ياهي من معركة آخر الأمتار. وين النوماس والانتصار يا مالك مطفي يا نايف يا بن صلاح يا الحربي، وايضا القدوم من شلهوب القادم مع راهية بريك بن سالم بن بريك. المري مع انطلاقة راهية ارها على النوماس بهذه السرعة وبهذا الاداء الممتاز مع المركز الاول. تهانينا لبريك بن سالم بن بريك المري على هذا الفوز والانتصار المستحق في هذا الصباح، يخطف نقطة هذا الشوط بكل قوة وجدارة. المركز الثاني كان شلهوب بشعار يزيد بن سعيد بن صلاح السناني الجهني. المركز الثالث كان بشعار جابر بن علي بن سعيد الجربوعي المري مع نجران. المركز الرابع كان بشعار سالم بن جابر بن جبران المري مع عزام. المركز الخامس كان بشعار المركز الخامس فهد بن عبد الله بن جروح الشمري مع الزماي. إذا نعود بالتهنية أبي النوماس لمالك في هذه اللحظات راهي بريك بن سالم بن بريك المري. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق في هذا الصباح. إذا اللحظات ونوافيكم بالتوقيت الزمني، توقيت في هذه اللحظات راهي من حقق المركز الأول بشعار بن بريك المري. تهانينا والف مبروك. المركز الاول والتوقيت الزمني 2:54.88 المركز الثاني كان شلهوب حل وصيف ليزيد بن سعيد السناني الجهني، والتوقيت الزمني توقيت شلهوب من حصل على المركز الثاني 2:56.40. المركز الثالث كان بشعار المركز الثالث جابر بن علي بن سعيد الجربوعي المري مع نجران، والتوقيت الزمني 2:56.59. المركز الرابع كان بشعار فهد بن عبد الله بن جروح الشمري مع الزماي، والمركز الخامس كان بشعار سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري مع عزام. نعود بالتهنية وبالنوماس لمالك راهي بريك بن سالم بن بريك المري على فوز راهي في هذا الصباح. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين، وحظ اوفر لمن لم يحالف الحظ. شوطنا القادم بصوت الزميل رايد بن محمد الضيوفي، فله الكلمه ولكم حسن الاستماع.